هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. بفيديو اليوم بدي اعلمكم كيف بنظف وبرسم حواجبي، سو اذا حابين تعرفوا بليز كيپ واتشينج. ننظف حواجبنا نحن بحاجه لتويزر ملقط، لمقص خصوصي للحواجب، ولبراش لمشط فيها الحواجب. فأول شغلة رح أعملها، أول ستيب، إني رح مشط حواجبي طلوعها لفوق تيبين عندي شكل الحاجب. لنعرف كيف لازم نرسم حواجبنا لازم ناخد قياسات الحاجب. أول شي رح استعمل البراش ورح أخد القياس، رح أخده من طرف منخاري مش من برا، من محل الخصفة وجالس لفوق، صو ببين معي وين لازم يبلش حاجبي وأنا مطرح مزبوط. حتى من هاي الميل لازم شيل هولي الشعرتين اللي هون. تاني شي بدي اخد الكسرة وين لازم تكون، فبتكون من اخر ببو العين وطرف المنخار من برا، تبين معي كسرة الحاجب وين. تالت شي وين بينتهي الحاجب بدنا ناخد من طرف المنخار وطرف العين من برا، وكمان جالس لنعرف وين لازم ينتهي حاجبنا. هيك بيكون اول شي عرفنا قياسات حاجبنا. تاني شغلة بدي بلش نظف، فاول شي بدي مشط لفوق كل الشعرات، بدي مشطها طلوع تيبين شكل الحاجب. بعدين بدي اجيب المقص وبدي قص كل الشعرات اللي طالعين زيادة. هلا اذا بدكم تسمكوا الحاجب تتركون، واذا ما بدكم تسمكوا بدكم تخلوه مثل ما هو بس بتشيلوا الزايد. بنمشط لفوق وبنقص الزايد. هاي الطريقة بكون قصيت كل الشعر الزايد بالحاجب، ابدا ما تمشطوا لتحت وتقصوا الزايد من هون، لانه بصير حاجب الشعرات لما بتقصوهم هن ونزول بتصير بتوقف الشعرة، فلا بس مشطوا لفوق وقصوا الزايد بس بهذا الشكل. هلا حنبلش ننظف الحاجب، سو بدي اشيل كل الشعر الزايد بالحاجب. بعد ما نظفنا الطرف اول الحاجب، هلا بدنا ننظف من تحت كل الشعرات الزايده بنشيلها، ولما بدنا نقرب على الخط بنصير بناخد الشعره حد الشعره حد بعضهم، مش بناخد شعره من هون وشعره من هون وشعره من هون، بده يكون خط وحد بعضهم كل الشعرات ليطلع شكلهم مرتب. من بعد ما نظفت حواجبي صار وقت اني ارسمهم. في ثلاث طرق انه نرسم فيها حواجبنا. اول طريقة اذا بدنا اياهم يكونوا كتير ناعمين وسوفت فينا نستعمل الاي شادو. اذا بدنا اياهم شوي يبينوا مرسومين اكتر وشعرة شعرة فينا نستعمل البنسل. واذا بدنا اياهم كتير مبينين انه مرسومين ومرتبين وعاملين ميك اب كتير قوي فينا نستعمل الجل. ففي عنا هول ثلاث طرق نرسم فيها حواجبنا. هذا شيء ديبينس على حاجبكم كيف بدكم اياهم او هو طبيعه الحاجب كيف بيكون. هلا انا حواجبي شوي سميك بس فيهم فراغات، اكثر الوقت بستعمل الاي شادو، بس اليوم حفرجيكم كمان بالجل كيف فينا نرسم، لان انا عندي هون شق بحاجبي، هذا الشق ما بيطلع فيه ابدا شعر، هون في شق ما بيطلع فيه ابدا شعر، هذا جرح انا وصغيره وقتها شق وما طلع فيه شعر. فأوقات كتير برسمه بس بالآي شادو وببين شوي، وكتير كمان أوقات إذا عبالي إني أخفيه بالمرة ما يبين برسمه بالجل. الجل حأستعمله هو من إنجلوت رقمه 16. بالنسبة للبراشز للحواجب فينا نستعمل أي فرشاية عنا إياها تكون هيك مصطوبة. في هيدي من بنفيت، هيدي من زويفا هي ايلاينر براش بس انا بحبها للحواجب كمان، هيدي من كمان ميك اب فور ايفر رقمها 262 كمان ايلاينر براش كمان حلوه للحواجب لانها رفيعه وبتعطي الخط كتير رفيع، وفي هيدي من مكلي رقمها 208 كمان حلوه للحواجب. عم استعمل الايبرو براش من بنفيت، رح ارسم اول شيء الشق اللي بحاجبي رح عبي. عم برجع عبي من الطرف من تحت الحاجب محل ما في فراغات، طريقة كتير خفيفة يعني ما منشد على البراش وإيدنا بدها تكون خفيفة، بس عم برسم الطرف. بعد ما رسمت الطرف هلأ بدي مشط لأدمج الجل مع حواجبي.
لثبت الجيل ايبرو بدي استعمل باودر. انا حاستعمل اليوم اي شادو باودر، فيكم تجيبوا ايبرو باودر، في كتير براند عندهم ايبرو باودر، بس انا بحب كتير هولي من ماك. هولي لونين، لون الاسبريسو بني غامق ولون تاني بني فاتح، كمان كتير بحبوه لقدام لحاجبة من قدام. لما تكون تستعملوا اي شادو تعملوا يكون كتير قريب من لون حواجبكم، ما يكون كتير فاتح ولا يكون كتير غامق، حتى اذا كنت تستعملوا ايبرو باودر كمان يكون قريب من لون حواجبكم. حاخد اللون الغامق وثبت فيه اللون اللي حطيته، وبرجع بمشط كمان لادمج الشعرات مع اللون. برجع باخد اللون البراون الافتح وبدي احطه قدام على اول الحاجب. هلا انا حواجب سميك، يعني انا اذا حطيت شوي اي شادو ببينه خلص كانه مرسومين كتير لانه سميك، فانا بس رح احط نطفه وادمج بين الشعرات. واخر شي بعمله بجيب كونسيلر يكون لون بشرتي لانه غامق كتير ولانه فاتح كتير، وكونسيلر براش، اما تكون هيك مبرومة او تكون فلات هيك بهيدا الشكل، بتعطي يكون ستريت لاين كمان. هيدي من مورفي كمان رقمها M432. وباخد كونسيلر، هستعمل من تارت انا الشيب تيب، ورح نضيف الطرف. اخر شي بعمله بستعمل ماسكارا للحواجب، حاستعمل من ماك الايبرو ماسكارا بمقلة لون، هيدا بتجي ترانسبيرنت بس انا قد ما بستعملها مسخطة، فبس مشط الحواجب لطلوع عشان تكون عم ثبتهم. واللي ما عندها كتير شعر بحواجبها هيدي الخطوة بتبين للشعرات، حتى لو كانوا شوي بتبين لياهن اكتر بالحاجب. وهي الطريقة اللي بنظف وبرسم فيها حواجب. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو واستفدتوا منه. بليز اذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لماي تشانل اذا كنتوا اول مرة عم تشاهدوا القناة. فولو مي على الفيسبوك والانستغرام، وانا بشوفكم الاسبوع الجاي بفيديو جديد. Thank you for watching. Bye.